ثورة كليب في بيروت وعندها برشا جديد. نستقبل النجمة التونسية عايشة عطية. الجمهور يحب يسألك. بالحق تحب تنقص 10 كيلو؟ وي. وقتاش الكليبك الجاي؟ لأول مرة مع عايشة عطية. هاوريك المكياج، هاوريك في روحي، هاني مشيت للتواليت. والفاس اللي ما عرفوش عليك العباد، انك ضارب في شارع وتضرب ساعات. السبب اللي خليك ترينا بوكس؟ انت اللي بالحق. هاوريك المكياج، هاوريك في روحي، هاني مشيت للتواليت. وصارت لك حاجات في الشارع ردية الفعل؟ وي، سيتي با تروب اغريسيف. عملت له. لازم نجاوبه. عملت له. سيتي با تروب اغريسيف. كبار بو في الشارع وتضرب ساعات. بالحق بطلت العرس قبل بشهر واحد؟ لا تيزاب، اما ضحكتك اجابه. ما سي مو كيفاش؟ اول مره امنيتي نخدم سيرفوز، نتمنى نجربها باش نفهم علاش نحب نخدمها لدرجه هذه. بالحق معناتها هكا تحب تعيش اللحظه. عندك مشكلة انك تعبر مثلا علاش تحكي مع روحك، تعبر على الحاجات اللي في وسطك ولا لا؟ بتديرش ساعات تظهر، علاش ساعات انت محلك وعلاش تظهر زينة ساعات؟ يقولوا لك اصحابك فين، يقول لك هكاك مهبولة في الدنيا ومحلك، علاش في التلفزة تتحول؟ تولي كي سيدة تونس الأولى معناتها كأنك هكا. ما فهمت شيء، فهمت شيء. لي ريبونس هكا اللي تبدا انت تستاذ في لي ريبونس باش نحققوا لك امنيتك، باش نحققوا لك امنيتك وباش نعيشوك سيرفوز لمده دقيقتين، باش نعيشوك التجربه عايشه سيرفوز في قهوه. شبيها تعملك عايشه، قالوا لي انت تخاف من اللي كاقول. علاش بالحق فيها هكا حاجة صارت لك انت ماك تمشي برشا طبيب نفساني ودنيا ما فسرها لكش؟ شنو تحكي له طبيب نفساني تو مثلا آخر مرة مشيت شنو حكيت له؟ ما فهمت شيء، فهمت شيء. طيب.